يا مؤاخذه يا بلد حقك عليا. معلش تاني مره ابقى فاتحه. طب تعالي شوف حاجه ساعه طازه على قلب ده قلب. ده برضه يا جميل اهون عليك تغرقني. صباح الخير يا معلم. يا صباح النور على البنور. يا مزوق يا ورد في عود والعود استوى. الله انت هتغني يا معلم؟ معاش اللي غنى عليك يا زوبة. طب اديني 3 كيلو بتنجان رومي يا واد. 3 بتنجان رومي من جوه يا خلف. حاضر يا معلم. اخ يا ناري من القوطة واللي بيمسح القوطة. ليه بس؟ مجنونة وطايشة، خلت أمورة زيك تشتغل، ونسوان غفر زي اللي بصطبح بيهم كل يوم ستات بيوت. سمعتك يا معلم. ما قلتلك يا زوبة نتأهل وستاتك وهنانك وجايبلك اللي يخدموكي. والثلاثة اللي عندك يا معلم؟ هدي كل واحدة ورقتها. هو ورق كرومبي يا راجل؟ اوديني يا زوبة ده أنا. بقول لك إيه؟ اوزن القوطة دي وخلي خلف يحط الحاجة هنا على موزن اللحم. من عناية يا زوبة. أهلاً 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 بست زوبة. صباح الخير يا معلم. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا أحلى غزال. طلباتك يا جميل. 3 كيلو لحم. أنا من عناية. لا من بيت الكلاوي. من بيت الكلاوي، من بيت الطاعة. انت تؤمر يا جميل، انت بس تقشر. علي النعمة من نعمة ربنا بحسد العجل اللي بتاكلي من لحمتها. اسم الله على مقامك يا معلم، ما يحسد الملل لاصحابه. طول عمرك بنت نوتة يا زوبة. بس علي النعمة انا مديلك حتة لحمة تستاهل بقك. الف هنا وشفا يا جميل. تسلم يا معلم. كن ما تخلي يا جميل. تشكر. ايها خدمة يا ست هاني. لفتها لي على ما اجيب الخضار. مش تفسحي يا عميا؟ يوجاتك النوايا. والنبي يا اختي لو تفسحي الافندي بتاعك شويه دول بدل الكلب لا يدعيلك. اهلا اهلا بست الكل. اهلا بيك يا جنيدي. امال فين صوره الاستاذ وحيد فهم؟ مش على المجلات دي ليه؟ هما هيحطوا لك صورته كل اسبوع ليه؟ مفيش غيره ياكل عيش. وهي المجلات بيبقى لها طعم من غير صورته؟ طب ايه رايك بقى؟ انا ما بشتريش المجلات دي الا عشانه. على العموم ما تزعليش، عندي ليه صور كتير في مجلتين هيشهم لك. والنبي صحيح وريني. اتفضلي. يا زوبة حرام عليك، وفري فلوسك، ده انت بتشقي بالقرش والمجلات دي غالية عليك. مالك انت ومال الفن والممثلين؟ ده عالم تاني ما انتش قده. ولا تكونيش يا بنت عاوزة تطلعي في السيمة. وهم يعني اللي بيطلعوا في السيمة أحلى مني؟ من جهة الحلاوة مفيش كده، إنما بقى البخت نجيبه منين؟ لا معنى للحياة مع اليأس يا جنيدي. الله الله، ده انت بقيتي بتفهمي في السياسة كمان. ما تعملي لك منبر في المرة. وحياتك لا يحصل، وهسميه منبر وجدي وليلى مراد. دم خفيف قوي يا مضروبة. أيد على الحساب يا جميل. ماشي يا حلو. يا جميل أنت يا فاهم. يا ما نفسي أشوفك شخصية. أنت أصلك ما تعرفش أنا بحبك قد إيه. تصدق اللي خلقك انا محبتش الافلام العربي اللي عشانك. اه على فكره انت لما تشوفني هعجبك قوي. اي والله يا عادي لسه ما بتديش في الاكل وسايبه الدنيا بره تضرب تقلب وعماله تكلمي وحيد بتاعك ده. حالا يا ست، 5 دقايق كل حاجه هتكون جاهزه. تعالي هنا يا مصطفى. لا بنتي تعالي هنا. حرمتي يا بنتي، حرمتي. ايه 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 ايه؟ اعمل فيك ايه؟ اضربك انت؟ لسه ما ضربتنيش. هي بنت انت جبتي على الضرب خلاص. انت ايه جدتك نحست؟ وهي ست عملوا ست منال اخر مره. طب اما اشوف انا هنزل دلوقتي التلفزيون، عايز ارجع الاقي البيت زي الفل. قشطه. والولاد لما يجوا المدرسه تحميهم وافليهم واحط لهم جاز. الجاز ده تحطيه في شعرك انت؟ لا والنبي يا ستي، ده انا شعري زي الفل. هتسالي الكوفير بتاعي. كو ايه؟ الكوفير. انا مش بروح لاعمل شعري كل يوم جمعه. والله عاد عشنا وشفنا شغالين اخر الزمن. بقول لك يا زوجه، لما البي يصحى قولي ان انا رحت التلفزيون عندي تسجيل من عناد.
على فكرة يا سيف، الدعاية اللي حضرتك عملتيها في التلفزيون عن الصراصير حلوة قوي. عجبتك يا زوجة؟ ايه اللي عجبتني؟ دي من كتر ما هي ناجحة، الصراصير أول ما يشوفوا حضرتك داخل المطبخ يقولوا لبعض كبسة ويروحوا مستخبيين. جاتك دافي. عارفة لو رجعت ولقيتك ناسية حاجة ما عملتهاش، هعمل فيك إيه؟ هكسر عقلك. لا مش كده وبس، هقطع لك كل الصور دي. يا لهوي ده والنبي يا ست، قطعيني أنا، إنما الصور لأ. طب خلاص، ما تنسيش صحي به الساعة 10 عشان عندي شغل في الاستوديو، والفطار يكون جاهز. مفهوم؟ مفهوم. باي باي. باي. كل يهون علشانك يا وحوح. سيدي سيدي هتصحى بقى يا سيدي 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 اصحى بقى يا سيدي. يا لهوي بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي انت فين يا سيدي؟ من الهاتف والداعي؟ انا يا سيدي. اصحى بقى. انت مين؟ انا زوبة. مش عايزين النهارده. اصحى بقى يا سيدي. امال العيال ناموا يا سامية؟ انا مش ستي يا سيدي، انا خدمتك زوبة، والنهار طلع والعيال راحوا المدرسة من بدري. امال البعبع فين؟ راحت التلفزيون. هي مين في التلفزيون؟ ست سامية. وهي ست سامية بعبع يا بنت؟ مش حضرتك اللي بتقول كده يا سيدي؟ الله، انت هتجيبي لي تهمة على الصبح؟ افرض انا بقصد واحدة تاني، تاخديها انت ليه على الست يا زوبة؟ انا قدها ولا قد لسانها اللي زي العقربة؟ معلش يا سيدي انا غلطان. عاوز انا ما اقولش للست ان انت قلت عليها لسانها زفر وزي العقربه؟ والنبي يا سيدي. خلاص جهزي لي الفطار واعملي لي كده فنجان قهوه محوج عقبال ما البس. من عينيا الاثنين. تسلم عينيا. واحد اثنين خالتك ام حسين، ثلاثه اربعه احنا المطبعه، خمسه سته، خمسه في سته ثلاثه نجوم. الله، اما افطار لذيذ بشكل. بالهنا يا بيه. تسلم ايدك يا زوبة. هنا والشفا. يا سلام سلم، وفنجان قهوة محوج بس محوج على الشمال. انا كنت عايزة عايزة حاجة يا زوبة؟ أنا كنت. إيه يا زوبة؟ عايزة إيه؟ قولي ما تكسفيش. أنا عايزة أشتغل في السيما يا بيه. مش أنتوا بتقولوا عايزين وجوه جديدة؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ ده الممثلات مفيش أكتر منهم، دول زي الهم على القلب، إنما الشغالات أنت اللي زيك بقى، هما اللي نادرين. خليك أنت في المحمر والمشمر يا زوبة. والنبي يا بيه، ده أنا نفسي أمثل يا بيه، ده أنا بعرف أعمل كل حاجة. بكنس واغسل وامسح وارقص واغني معك. طب استنى حوريك. انا عارف يا زوبة انت هتقولي لي، انا عارف انك موهوبة وعندك مواهب محترمة، بس فين؟ فين المنتج اللي يدي الواحدة زيك انت فرصة؟ ما بيجروش غير ورا الاسماء اللامعة. انا لو معايا فلوس يا زوبة، لو معايا فلوس كنت عملتلك فيلم استعراضي يكسر الدنيا. يا ريت يا بيه. كنت عملت منك نجمة فاتنة لامعة نادرة. بيه. نعم. إن كان على الفلوس ما تحملش هم، أنا محوشة قرشين. محوشة كام يعني يا زوبة؟ محوشة 16 جنيه مع الست. 16 جنيه؟ آه. بس يعني يمكن الفيلم يتكلف أكتر من 16 شوية. أكتر من 16؟ تقريباً كده يعني. ولا يهمك يا بيه، خد أنا معايا حلق ذهب أهو. يجيب له النهاردة بتاع 16 كمان. ده أنت فنجرية أوي يا زوبة. يلا بقى. أيوة بس يعني يا زوبة. إيه تاني يا بيه؟ هقول لك. إيه؟ خد. ادي الجنيه وربع اللي حلتي، وان شاء الله ما رحت للكوفير الشهر ده. اتفضل. ظن بقى يعني هيبقى اكبر فيلم. يا بنت شيلي فلوسك ديه، ده الفيلم بيتكلف كذا الف جنيه. يا لهوي كذا الف جنيه؟ يا خساره. استني يا زوبه ما تيأسيش، مفيش حاجه بعيده على ربنا ابدا. صح والنبي، يعني هيجي يوم كده واشتغل في السينما وابقى زي سميره حسني واشتغل قصاد وحيد فهمي؟ فيها ايه يعني؟ وانت قال لي يعني من نفيسة جرب ولا جاكلين برعي وهم بيعوكوا دلوقتي منتجاتهم وبيلعبوا بالفلوس لعب وما عندهمش المواهب اللي عندك. انت موهوبه ومواهب ما حصلتش. والنبي وهم ماشيين بيعوفكوا ومعاهم فلوس. هنزلك بقى لحسن انا اتاخرت دلوقتي عن الشغل. هيسمع من بقك ربنا يا بيه. الجنيه وربع يا بيه. يا بيه مش حدك يا بيه، هات الجنيه وربع.
صبيان وجبت كام جوز؟ ده دخل فيه 5 جوال كذاب اربعه بس. لا فعلا. المهم طب خلي عيني عدى يا زوب. كل اللي بتحبوه عامله لكم مسقعه ورص. بس انا بقى ما بحبش المسقعه. امال بتحب ايه؟ بحب القرع واموت في القرع. من عينيا الاثنين. بكره اعمل لك صينيه قرع، بس يلا اطلعوا غيروا هدومكم عشان تتغدوا. قبل ما نتغدى لازم تقلدي لنا الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات الاحياء منهم والاموات، بس بشرط اوعى حد يقول لماما لا تبهدلني. ما تخافيش يا زوب. طب يلا غيروا هدومكم على ما اخلص انا. ايه يا منال ده الحظ؟ ماما زمنها جاية بعد شوية ودي ليها مفاجآت. ما شاء الله.
تعالي هنا مصيدة الرقبة. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ سايبه البيت مقلب وعماله تغني للولاد. معلش والنبي يا ست حقك عليا. انت مالكيش وقعد في البيت ده خالص. اروح فين يا ست؟ ده انا ماليش غيرك. معرفش. امشي من هنا. امشي من هنا. كلي دي يا حبيبتي. الميه يا زوبة. غوري من قدام، أنا مش طايقة أشوف وشك بعد اللي عملتيه ده. مش كده يا سامية، حلمك عليها شوية. البنت نفعانة ومن غيرها حلوص، ده طبيخة الواحد بياكل صبعة وراه، وانتوا يا مؤاخذة ميع ما بتعرفيش تسلقي بيضة. فرحات مش هي دي الحقيقة؟ لا، والأدهى من كده كمان إن ماما عايزة تطردها يا بابا. وتهون عليك يا سامية، ما فكرتيش بعد ما تخرج من عندنا هتروح فين؟ والبنت يتيمة ملهاش حد وإحنا مربيينها من صغرها. يعني سيبها قلبان البيت ولما العيال وعمالة تغني لهم؟ وإيه يعني يا ستي؟ بنت غاوي ومفيهاش حاجة لما تلعب العيال وتقعد تلعبهم يعني، فيها إيه؟ مش أحسن ما تعمل حاجة وحشة؟ محدش مريحة لكلامك ده. عشان خاطر يا سامي راضيها بكلمة حلوة. حاضر. تعالي يا اللي تشكي في معاميع تشيل السفر. دي كلمة حلوة. معاميع يعني إيه يا بابا؟ جمع معمع. ومعمع يعني إيه يا بابا؟ معمع يعني مشتقة من معمعة. والله ما احنا فاهمين حال. ولا انا فاهم انا كمان. يا امك بتقول حاجه تفهم. انس يا ست الانس، تعالي يا حلوه عليا تعالي. عايز ايه؟ انا عايز احس بان صحيح الجنه حلالي. طب ونشوف البعبع جاي. راح اتحدح على الاخر. حي مالك؟ ويسكي تشرب؟ ويسكي اشرب ويسكي والشاي لو عايزه. ده انا حبيبتي كسبت الجايزه. جايزه ايه؟ قلبك يا حياتي. هو انا كنت احلم ما تتحركش يا طبي المطر. في يوم خمضي على قسيمه مكتوب فيها حنفي ويا نايمه. يا حنفي ويا نايمه. شايفه ما تتحركي يا بنت. لما غريبة صحيح يا اخواتك، ده انا لو ميت واحد خرجي مني مش رح اسيبك. ده انت مراتي، ده انت مراتي مراتي. يا مراتي مراتي. سكر قوي وانت بتتكلم. ما تتحركي يا بنت. تعالوا شوف الحتة دي بس يا سيدي. انت هتنكشي من قدامي ولا هما نطشني؟ صوفيا وانا لا روح هفرق صوفيا. يا سامي حرام عليك، سيبيها تتفرج شوية، مش عيالة طول النهار. ايه ده؟ بس تعالي يا حلوة تعالي عشان تنبسطوا. ياوي على كل اوي. سلام. مش هتقوم تنام؟ لا، انا هاكل فول حراتي. خلاص خليك قاعد. اعد النجوم. اعد النجوم، اعد الشجر، سيبيني في حالي. يا ساتر يا رب. سيبيها انت يا شباب. نعم؟ قصدي سيبيها يعني. خلاص اخرج انت بقى. حاضر. اخرج انت. خلاص ما دام السيناريو عجبك نبتدي التصوير الجمعه الجايه ان شاء الله. هو بيني وبينك انا ما فهمتوش، بس يمشي. على كل حال قاعدك بعد التصوير هفهمك الموضوع. أرجوك. بس تفتكر مين يلعب دور إلهام؟ الحقيقة الدور ده محيرني لحد دلوقتي، مش عارف أديه لمين. أنا شخصياً شايف فيه سميرة حسني، بنت دي دلوقتي عليها العين وبعدين بقت نجمة، نجمة فراندا. قصدك نجمة شباك، مفيش حاجة اسمها نجمة فراندا. أنا شباك، هي فراندا عشان كبيرة. لا مفيش فراندا. أنا بعدين هفهمك. أرجوك. يبقى شوف سعاد حسني.
مشغولة. نادية لطفي؟ مشغولة برضه. هو دور البطلة صعب قوي قوي. خلاص يبقى اتكل على الله وهات عدوية. ما ينفعش؟ عدوية؟ آه؟ بس عدوية ده راجل دور واحدة ست. يمشي حد واخد باله؟ لا مش حكاية مش واخد باله. ليه؟ أنا بعدين هفهمك. أرجوك أنا برتاح في الشغل معاك أوي عشان أنت المخرج الوحيد اللي بتفهمني. ومش هتلاقي حد يشغلك غيري. الله يكرمك. والآن نقدم لكم الراقصة المشهورة نجمة المطبخ والسينما والتلفزيون حبيبة الملامين زوبا زكي. ما شاء الله ما شاء الله. بريئة والنبي يا بيه بريئة. ايه يا بنت المواهب دي كلها؟ صح يا بيه والنبي انا موهوبة. الا موهوبة؟ ده انت موهوبة من كل حتة. جبت المواهب دي منين يا بنت؟ جبت المواهب دي منين يا بنت؟ كانت مدفونة يا بيه. من النهاردة لازم تظهر على وش الدنيا. يعني هتطلع لي تسيمة يا بيه؟ اه طبعا. بس لازم الاول بقى امتحن مواهبك. اتفضل يا بيه امتحن. اه طبعا همتحن. انا معقول اشوف المواهب دي كلها وما امتحنهاش؟ اتفضل يا بيه. انا همتحنك بقى في مشهد عاطفي غرامي ملتهب. لا غرامي يا لهوي. لا خلاص يا فرحات يا خلاصي. همتحنها ازاي دي بس؟ تعالى يا بنت وريني مواهبك يا بنت. سنتي مالها؟ بتوجعني. شوف لي اي علاج حالا. فين؟ فين فين فين؟ انت بتدور على ايه هناك؟ سنتي هنا. اه صحيح. افتحي بقك. يا ساتر انا مش شايف قدامي غير صفين لولي. لا ارجوك شوف لي اي علاج حالا سنتي بتوجعني. اصل انا مش حكيم اسنان. ايه؟ امال حكيم ايه حضرتك؟ بيطري. بيطري؟ لا 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 قصدي حكيم نجوم بخرج افلام بعمل نجوم من الفيلم الخام. حكيم نجوم بخرج افلام بعمل نجوم من الفيلم الخام. اعرف مواهبك تلمع فين ده انا اشتهر على يد ميتين. هطلعك بينهم وحشرك عنهم. اسمع يا فرفور انا اعرف اني ببشك قوي في اللبس حتى لما بلبس حاجه وحشه. عشان ما تثبتي ده باساس تفرجيني يا بنت الناس. وبتيجي من فين؟ ما تعرفيش اني هخرج كل افلامك وبين ايديك هكون بالكاميرا خدامك. بتقول خدامي حضرتك؟ طيب اقرا السيناريو.
دي؟ اللي مكتوب فيه يتمثل معرفش احكي. بتهبب ايه؟ بس استني. انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى كتفي. اعتبري خلاص انت البطلة جنبك انا حلزق طوالي. تلزق كده ليه؟ عايز اعرف اللقطة ازاي تعمليها لي كده. ما اعرفش. ما تعرفش ازاي؟ طب ما تعبطش. والله يا عالي يا فرحات اظني مفيش مسخره اكتر من كده. والله يا عالي بتستخفيني مع شغاله عندي وفين دي بنتي؟ لا 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 دي 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 دي, دي, دي مش شغاله، دي بنت صغيره بنربيها. عشان كده كبرت فيك التربيه يا مصيبه الرقبه. لو النبي يا ستي ده كان بيعلمني التمثيل. ايوه فعلا انا كنت بعلمها التمثيل. انت تخلص خالص، انت هتلقطني انا. ايوه حاضر. وانت اتفضلي اقلعي المسخره اللي انت لابساها دي ولمي هدومك مش عارف اشوف وشك هنا تاني. يلا اتفضلي من هنا ومن هنا تاني. ربنا بس ده ماليش غير ربنا وانتو. ماليش غير ربنا وانتو. انت تسكت خالص، انت سبب كل المصايب اللي انا فيها دي. انا؟ ايوه حاضر اتفضلي. انا بقول لك امشي بره بره. ضعنا في الامتحان الذي لا يكرم المخرج فيه ويهان. عندك لوحدك في ساعة زي دي؟ أعمل إيه؟ مش لاقي حتة أتوى فيها. أنت منين؟ أنا ما أعرفش أنا منين. أنا مقطوعة من شجرة وكنت بشتغل عند ناس وطردوني. طب تعالي 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 ما تخافيش اركبي معايا. امال طردوكي ليه؟ ما عملتش حاجة استاهل. لازم سرقتي حاجة. لو النبي يا ست انا مش حرامية. طب بس 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 انا عندي ليكي شغلانة كويسة. انا عندي شقق مفروشة هشغلك في واحدة منها. ربنا يستر عرضك. بس خلي بالك من البيت. من عينيا الاتنين. او نايت او نايت او نايت. Do you love me? Do you? Do you?
summer day. I can hear you anywhere. It's a lot up on the sky. It's so easy when you smile. La 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 برافو برافو حلو برافو برافو حلو شو ما في تلج؟ ولك بيجي تلج ها هاتو زوبة تلج زوبة شو هذا شيء؟ يا اجبت سكرتيرة جديدة حرام عليك دي بنت غلبانة يا لهوي يا لهوي يا لهوي اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه يكاد كنا واي شكرا يا زوم شوفي مين الحال على فين يا ستة اديله خبر بس ما يحكمش حماد اللي بتحبك يا بنت ايه البلاوي اللي انت جايبها دي؟ لا دي بنت غلبانة تعالى اما احكي لك حكاية تعالى مصنوعي حبة تلج يا زوبة ها؟ تعالى نيالك انت لحقت تفوق؟ طالع حلوين شوية هدايا سكرية كده بس عشان تفتكروني جميلة قوي ميرسي قوي يا شوشو مبروك الله يبارك فيك جميلة قوي اتفضلي حالي شوان حلو ذوقك بيزن انت اللي بتجنن يا مرة انت بقى زوزة قطر عشان لما تقوم الصبح جميلة قوي يا حب مع السلامة وش تطلع دوابات باي 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 زوبة الكلب يا زوبة ايه ده؟ انا بقى انت ما كنتش بقول لك انت وصلت عليا كده تراب مش معقول كده ايه ده؟ وسخ بقى بتسموا النظافة وسخ امال اللي انتوا بتهببوه ده اسمه ايه؟ ميه زوبه ايه يا بنت اللي انت عاملاه ده؟ ايه يا سيدي؟ الاكل العظيم ده ده بس من اصلك يا سيدي ده انت عليك طبيخ اطعم من اي اكل دقته في حياتي على قد ما اعرف لا بقول لك ايه من هنا رايح اعتبر نفسك مسؤول عن البيت ده تماما اكليني اي حاجه انت عايزاها حكم انا ما استطعمش الحاجات الهايفه اللي كانت المرحوم امي بتاكلها لي وتخمني فيها بالهنا والشفا يا سيدي التلج يا زوبة التلج ايه يا سيدي؟ انت لحقت تفوق اللبن اهو لا كفايه لبن يا زوبة تعبت اقصد زهقت اشرب اللبن عشان تشد حيلك ها؟ زوبة نعم لو اي حد جه او سأل عني انا النهارده اجازه يعني اقول لهم سافر يسلم فمك عملت طيب والنبي يا سيدي ايوه كده انتبه لصحتك انا صحتي زي البوم بس النهارده واخد اجازه لا مؤاخذه يا بيه هو حضرتك بتشتغل ايه ليه عندك شغلانه ليه استغفر الله يا بيه امال بتسالي السؤال ده ليه يا زوم اصل مستخسره فلوس حضرتك كده بتروح يعني يا ريتها يا ست تضيع
مش احسن ما اموت واسيبهم؟ بعد الشر عنك يا سيدي، يحميك لشبابك. تعرف يا زوبة، انا عندي 3 عمارات وعندي فلوس زي الرز، ولا عندي ولد ولا بنت ولا ام ولا اب. صور السيفر لي اب وانا ماليش. ده مش لازم اصرف واتمتع وهيص قبل ما اتكل واسيبهم. بعد الشر عليك يا بيه، ربنا يرزقك ببنت الحلال اللي تملى عليك البيت عيالك. بنت الحلال منين يا زوبة؟ اللي بيجوني هنا عقدوني من الجواز. اقول لك التلج يا زوبة. مسكين